أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. في هذه الحلقة نتناول فيها حل نموذجي لبعض الامتحانات التجريبية التي نشرت من خلال موقع الوزارة وموقع الثانوية الأزهرية، حتى يكون الطالب على علم بالشكل العام للامتحان وكيفية الإجابة عليه إجابة سليمة. في بداية الحلقة برحب بالأستاذة أمل منير، خبير الأحياء بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا أستاذة أمل. أهلا بك أستاذ حسن. الامتحان التجريبي كان فيه تصريح نقل خطأ عن الدكتور رضا حجازي، وتداولوا بعض المواقع أو بعض الأشخاص وقالوا إن فيه 9 امتحانات تعتبر وكأنها نماذج تجريبية مش هيخرج عنها الامتحان. الكلام ده ما حصلش، الكلام ده مش صح، لكن الدكتور رضا فند الـ9 نماذج الامتحانية. قال ان احنا عندنا السنه اللي فاتت نزلنا 4 نماذج على موقع الوزاره ب 2017 يعني، وبعدين الطلبه دخلوا امتحنوا دور اول ودور تاني، يبقى كده ادي 6 4 وبعدين 2 هما الامتحانات الاساسيه، ادي تمام. 6. وبعدين السنه دي طرح 3 نماذج في كل ماده، هو ده كان يقصد بيه الـ9 نماذج اللي بيقول للطالب ازاي تدرب نفسك على ورقه البوكلت او كراسه البوكلت من خلال 9 تجارب. وقال كده نصا ان لما هتجاوب الـ9 امتحانات دولت هتبقى فهمت محتويات المنهج، لميت محتويات المنهج، لكن ما قالش انه هيبقى الامتحان اخر السنه من الـ9 نماذج او مش هيخرج من الـ9 نماذج زي ما تداول بين الطلبه. وخطر جدا الاشاعات اللي ممكن تطلع في هذا التوقيت على الحاله النفسيه للطالب. النهارده لما اقول لطالب 9 امتحانات حلهم وتخش تلاقي امتحان اخر السنه منهم، ده اسمه تسريب امتحان مش تجربه، ده تسريب. يعني انا النهارده اديك الامتحان من خلال 9 نماذج واقول لك خش هتلاقي الاسئله كلها موجوده من 9 نماذج، لا، انا بقول لك اتدرب على الـ9 نماذج علشان تعرف تتجاوب وتحل مع الاسئله بتاعت هذا الامتحان، ويبقى عندك تجارب 9 تجارب مرت بيها. وقال نصا ان لما هتحل الـ9 تجارب تبقى فهمت المنهج كويس، لانه طبعا اكيد كل نموذج فيه مجموعه اسئله مختلفه عن النموذج الثاني، وبالتالي يبقى انت لما بتحل 45 سؤال في 9 نماذج يعني دخلت لك على 400 سؤال. انا اتوقع يعني واحد بيحل 400 سؤال يبقى تناول يبقى جميع معناه جزئيات لم المنهج، المنهج لم المنهج، تناول. لكن مش هيخش في الامتحان اخر السنه واقول له 9 نماذج دول منهم من الامتحان. ده كانت اول حاجه لازم 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 انوه عليها. نمره 2، ملناش دعوه بقى بالميديا وملناش دعوه بالجرايد وملناش دعوه بالصحافه، شويه خلينا مع كتاب الوزاره. وكنت نبهت قبل كده دايما اكون مهتم بكتاب الوزاره في هذا التوقيت، مكتبي ما يكونش عليه غير كتاب الوزاره فقط، هو ده المرجع الاساسي مهما كان عنده سلبيات، بس هو ده اللي بيبقى في ايد اللجنه الفنيه اللي بتحط الامتحان، ما عندهاش حاجه تاني. ما اقدرش اديها كتاب خارجي او اي حاجه تاني واقول لها خدي حط امتحان، لازم. لدرجه ان هو لما بيحط سؤال وخاصه في المواد العلميه يا استاذه امل بيبقى عنده الـ3 كتب، الاحياء باللغه العربيه والاحياء باللغه الانجليزيه والاحياء باللغه الفرنسيه والاحياء باللغه الالمانيه، عشان يضمن ان اجابه هذا السؤال موجود في الـ4 نسخ بالعربي والانجليزي والفرنسي وبالالماني، مش بس في الاحياء، في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الرياضه وفي الجيولوجيا، في كل المواد العلميه اللي بتكون مترجمه. فعشان كده انا عايزك تبقى مطمن قوي ومرتاح نفسيا، خاصه ان انا شايف ان الجدول فيه نوع من الراحه النفسيه العاليه قوي. انت مقسوم عليك المواد مجموعه بتمتحنها قبل العيد وبتاخد هدنه، وبعدين بتمتحن مجموعه مواد بعد العيد، وكأن الفاصل ده بيديك نوع من ياخد نفس عميق، بريح الاعصاب شويه من شد الامتحان. مجموعه المواد اللي قبل العيد هي بالنسبه لكل الـ3 شعب هي اللغه العربيه والدين والاقتصاد والاحصاء واللغه الفرنسيه او اللغه الثانيه يعني واللغه الانجليزيه، واعتقد ان في شعبه من شعب الرياضه موجوده في ما قبل العيد كمان. انت بتمتحن في ايام مفترجه، يعني انا بحس كده ان في روحانيات في شهر رمضان بتخليك مرتاح نفسيا، وربنا هيقدر لك دايما الخير، فما تقلقش ما تتوترش. نقطه ثانيه، انا اتعمدت النهارده ان انا احل معاكم امتحان الازهر رغم ان انا معترض على مجموعه من الاسئله اللي فيه،
الامتحان مفروض يعكس بشكل مناسب مواصفات ورقة امتحانية امتحانها الطالب، لكن الامتحان كان أعلى في المستوى من امتحان يجي لنهاية العام الدراسي لطالب. والهدف الامتحان ليس التعذيب، مش بعذب الطالب بالامتحان، أنا بقيس مستوى معين من خلال عدد من الأسئلة لازم يتوافر فيها مواصفات الورقة الامتحانية. لازم يكون كل فصل من الفصول مقدر بكام درجة من 60 درجة، لازم يكون مستويات التذكر لها كام، مستويات الفهم لها كام، مستويات التطبيق لها كام، والمستويات العليا في الأسئلة لها كام. مش بتتحط بعشوائية. واضع الامتحان التجريبي ليس هو نفس اللجنة اللي بيحط الامتحان الأخير، ما ينفعش، لأنه هيبقى هو تحت قيود. أنا بحط امتحان آخر السنة ومطلوب مني أن أحط امتحان تجريبي، هبقى مقيد، لا أنا عارف أحط السؤال ده ولا ما أحطوش. طب لو حطيت سؤال وكنت حاطه آخر السنة، هل أنا كده سربت الامتحان؟ طب لو ما حطيتش نوعية الأسئلة اللي أنا ناوي أحطها آخر السنة، مش كده أنا ظلمت الولد أو الطالب؟ فبديهيا لما بيكلف مستشار العلوم بواضعي أو مستشار أي مادة بواضعي الامتحانات التجريبية، ما بياخدش حد من اللجنة. اللجنة دي لوحدها تعمل شغلها بنفسها. يجمعهم الاثنين حاجة واحدة بقى، سواء اللي بيحط الامتحان التجريبي أو اللي بيحط امتحان آخر العام، يجمعهم الاثنين إيه؟ ورقة مواصفات بتقول مجموعة من التعليمات. زي أنا كده في الكراسة لما بكتب لك في أول صفحة فيها ورقة تعليمات. تعرف التعليمات دي إيه؟ التعليمات دي مجرد إن أنت تقراها أو حتى ما قريتهاش وابتديت تجاوب، ده معناها إن أنت اطلعت على هذه التعليمات ووافقت عليها. لما أقول لك إنك اختار في الامتحان الاختيار متعدد 4 بدائل، لما أقول لك ظل البديل واحد وإنك لو ظللت بديلين هتاخد 0، أنا هنفذ الكلام ده، فأنت لازم تلتزم بيه. عندنا النهاردة التليفونات مسموح بيها للرد، مش بس على المادة العلمية، النهاردة الرد على التساؤلات الخاصة بالشكل العام للورقة الامتحانية، بطريقة التعامل مع الورقة الامتحانية. يعني الطالب لو عايز يسأل في الفنيات الخاصة بالورقة الامتحانية أنا ما عنديش أي مانع. يعني أسئلة النهاردة مفتوحة لكل الطلاب وكل أولياء الأمور. أنا عايز أخرج من الحلقة دي تكون أعصابك هادية جدا جدا جدا، مش في الأحياء، في جميع المواد. يمكن كنت مضطر استاذ امل اقول المقدمه دي، كلام مهم والطلبه كانت محتاجاه في التوقيت ده بالذات يا استاذ حسن، وانت معودنا على كده بتختار الوقت المناسب والكلام المناسب. اشكرك. اعزائي الطلبه، تعالوا نشوف بقى امتحان الازهر التجريبي الثاني. طيب احنا معانا يوسف من اسيوط، ويوسف ده انا هسمعه قبل ما ابتدي اي اسئله، وبرحب بيوسف. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا استاذ حسن؟ الله يخليك. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. خلصت كل المواد كده وبدات تراجع؟ ان شاء الله يعني. طيب عندك ايه تساؤلات في الاحياء يا يوسف؟ هو انا عندي فيه جزئيتين بس هتناقش مع حضرتك فيهم. طب نقول الجزئيه الاولانيه. اول جزئيه، في الوقت احنا في ثالثه اعدادي خدنا حصه معظمه العبور اسئله انقسام النووي. خدنا العبور؟ ظاهره العبور في انقسام النووي. ظاهره العبور في ظاهره العبور خدتها في ثالثه اعدادي ولم تتطرق لها مره ثانيه طوال مرحله الثانوي. تمام. تمام. طيب ظاهرة العبور دي هي تؤدي لتنوع وراثي صفات، يعني ايوه الكروموسومات فيها ايه تبادل. تمام. دلوقتي طيب لو اعتبرت التوالد البكري الصناعي في الضفدع مثلا، التوالد البكري الصناعي في الضفدع مثلا، في الضفدع ايوه، البويضه بتنتج من انقسام ميوزي زي الفل. تمام. فدلوقتي ممكن في بويضه من البويضات الاربع اللي بتبقى يعني انقسام الواحد فيها ايه، فيها اثنين متنوع وراثي، تنوع وراثي. تمام. دلوقتي ممكن التكاثر الجنسي ده هو ممكن يؤدي لتنوع الصفات الوراثيه في البرجديه. انت رائع يا يوسف. انقسام ميوزي فعلا بيعمل تنوع في الامشاج، لدرجه حسبت عدد انواع الامشاج في ذكر الانسان من انواع الحيوانات المنويه اللي تنتج 8 مليون احتمال. وكل حيوان منوي يختلف عن الاخر. وكل بويضه عند المراه تختلف عن البويضه الاخرى. ولكنها تحمل نفس المعلومات الوراثية الخاصة بالأم. أنت طبعا فهمني. تمام. البويضة تحمل 23 كروموسوم بالنسبة لأنثى الإنسان، وال 23 كروموسوم يحملوا مين؟ يحملوا جميع المعلومات الوراثية الخاصة بالأم. والمعلومات الوراثية الخاصة بالأم قد تكون بعضها
في حالة وضوح وظهور، وقد تكون بعضها في حالات متنحية لا تظهر. فالتنوع في البويضات قد يؤدي إلى اختلاف في بعض الصفات، فتنشأ عن التوالد البكري الصناعي أفراد تختلف عن الأم في بعض الصفات. مش ده اللي أنت عايز توصله؟ يعني التكاثر اللاجنسي بتؤدي لتنوع في الصفات. هنا تكاثر لاجنسي ولكنه مختلف تماما عن مفهوم التكاثر اللاجنسي، لدرجة إن إحنا قلنا على التوالد البكري صورة خاصة من التكاثر اللاجنسي. ليه بقى صورة خاصة؟ مش زيه زي الآخرين؟ لأنه ينتج عن أمشاج، ومن ينتج عن الأمشاج هو تكاثر جنسي. ولكن في التوالد البكري تكاثر ينتج عن الأمشاج ولكنه يصنف لا جنسيا، لأنه يتم عن فرد واحد. يتم عن فرد إيه؟ واحد. أما التوالد البكري في حالة حشرة المن فلا بد أن تنتج الفرد هنا صورة طبق الأصل من الأم، لأن البويضة نتجت بالانقسام الميتوزي، والانقسام الميتوزي انقسام لا يصاحب عبور. أشكرك يا يوسف على سؤالك الأولاني أو تساؤلك يعني. اثنين، الجزئين كان دلوقتي أثناء عدم حدوث حمل. أثناء عدم حدوث حمل. عدم حدوث الحمل. فترة التبويض. فترة التبويض. اللي بيؤدي ان البويضات ما تنتجش هو الاف اس اتش ولا البروجسترون؟ اللي بيعمل ايه؟ اللي بيمنع التبويض؟ خلي المبيض ما ينتجش بويضات الاف اس اتش. يبقى اثناء الحمل مش عند عدم حدوث الحمل. بص يا يوسف، هناك اتصال ما بين غدد الجسم وبعضها، ولازم يبقى الهرمون هي لغة التواصل ما بين الغدد وبعضها لتنظيم العمل. عندما تكون المرأة حامل ويزداد هرمون البروجسترون، هرمون البروجسترون بيروح يأثر على الفص الأمامي للغدة النخامية، يعطل إفراز الـ FSH والـ LH، يشبه في ذلك أقراص منع الحمل اللي بتاخدها بعض السيدات. يبقى التأثير هنا كيف يمنع التبويض؟ البروجسترون لا يؤثر على المبيض في منع التبويض، ولكنه يؤثر على الغدة النخامية في فصها الأمامي بحيث يعطل فيها إفراز الـ FSH والـ LH. طول ما البروجسترون عالي، طول ما توقف للبروجسترون للـ FSH والـ LH، وبالتالي لن تصل هذه الهرمونات إلى المبيض، فلن تنمو حويصلة جراف، ولن يتحرر منها بويضة أخرى، وده لسبب ألا يكون هناك فرصة تكوين بويضة أخرى أثناء الحمل وتكوين جنين ثاني في موعد غير مناسب. دي طبعا رحمة من ربنا، حتى يظل الجنين واحد داخل الرحم طوال فترة التسع شهور لازم نمنع التبويض. بعض السيدات اللي عايزة تمنع التبويض بنفسها بقى مش بالحمل، تاخد أقراص تحتوي على هرمونات صناعية تشبه البروجسترون والأستروجين. هذا البروجسترون يؤثر على من؟ مش على المبيض. هذا البروجسترون بيروح يؤثر على الفص الأمامي الغدة النخامية، مما يعطل إفراز هرموني الـ FSH والـ LH، مما يعطل تأثيرهم على المبيض فتتوقف عملية التبويض. أشكرك. أنت الـ FSH نعم يؤدي لعدم حدوث التبويض. اه طبعا اف اس اتش هو اللي بيتاثر، ولا انا جاوبت حاجه مش صح عليك؟ امتى الاف اس اتش؟ اف اس اتش ولا ال اتش؟ الاف اس اتش الاثنين بيتاثروا بالبروجسترون. لا، امتى الاف اس اتش يؤدي لعدم حدوث التبويض؟ يعني اثر يوجد اما اف اس اتش يؤدي الى عدم حدوث التبويض. حدوث التبويض اذا لم يفرز. اذا لم يفرز اف اس اتش لن تنمو حويصلة جراف ولن تنضج البويضة، خلاص مفيش حويصلة عندي نامية. غياب الـ FSH أو نقص كميته، لأن حتى لو كمية من الست اللي بتبقى عندها مشاكل في التبويض إيه؟ إن ممكن تكون كمية FSH اللي بتفرز غير كافية لتنبيه المبيض علشان يبتدي تنمو حويصلة جراف لإنضاج البويضة. أشكرك يا يوسف على تساؤلاتك الجميلة، و التليفون مفتوح لأي طالب تاني يكون أسئلته متعلقة سواء بالمادة العلمية أو بالشكل العام للامتحان. أستاذ أحمد، السؤال الأولاني، تتكون الروابط المستعرضة بمساعدة، وعندي لا تحتوي على مبايض عددها، كم عدد المبايض؟